السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة ان شاء الله السكشن الثاني باثولوجي في موديول الريبرو. هناخد في السكشن ده المير ريبرودكتيف سيستم باثولوجي والبريست باثولوجي. هناخد اول حاجة في المير ريبرودكتيف سيستم، احنا هناخد حاجتين. اول حاجة فيهم هي البيناين بروستاتيك هايبربليزيا. احنا عارفين ان البروستات دي عبارة عن جلاند بتبقى حوالين الجزء الاولاني او النك اوف البلادر، وحوالين اول جزء من اليوريثرا اللي بيبقى اسمها بينايل ايه بروستات. يبقى البروستات دي عباره عن ايه؟ جلاند. الجلاند دي حوالين النك اوف البلادر والفيرست بارت اوف اليوريثرا. لما بيحصل فيها انلارجمنت بتلاقيها الانلارجمنت ده نتيجه للهايبربليزيا اللي بتحصل فيها، فبتلاقيها بتضغط على اليوريثرا، على الجزء ده من اليوريثرا وتسده. ودي الشكوى اللي بيجي بيها العيان اللي هو مشاكل في اليورينيشن. يبقى دي اول حاجه ممكن ان هي تحصل لما يحصل لها هايبربليزيا او انلارجمنت، ان هي بتضغط على اليوريثرا. وعلشان هي بتيجي في السن الكبير يعني في الخمسينات، وكل ما السن بيكبر معدل حدوثها بيزيد، علشان كده احنا سميناها سينايل بروستاتيك هايبربليزيا. يبقى اسمها، ودي حاجة بيناين، فاسمها التاني بيناين بروستاتيك هايبربليزيا. وعرفنا سينايل علشان هي بتيجي في الناس الكبيرة، بيبقى فيها نوديولز كده. احنا شايفين النوديولز اهي، دي ايه؟ بشوفها بالجروسلي كده. النوديولز دي لو جيت امسكها كده لقاها فيرم في ايدي، لونها كمان بيبقى جريش وايت، هنشوفها دلوقتي. وكمان بيحصل حاجات في الجلانس بتاعتها وفي الاستروما بتاعتها. خلونا الاول كده نشوف بس هو كاتب ايه. كاتب هنا ان هي هايبر بلاستيك انلارجمنت في البروستات، اسمها التاني سينايل بروستاتيك هايبربليزيا. وقلنا ليه؟ علشان بتيجي في السن الكبير من اول الخمسينات فيما فوق كده في معظم الميلز. common in the fifth decade of life and increase with the age، بتزيد مع الايه؟ الزياده في السن. جروسلي انا هشوفها زي ما انتم شايفين، دي بروستات شالوها من البيشنت. انا شايف فيها ايه؟ انا شايف فيها نوديولز كده على السطح بتاعها، شايف لونها جريش وايت. قلنا لو جينا نمسكها كده هنلاقيها فيرم. ده الحاجات اللي انا شايفاها بالنيكد اي او الايه الجروسلي. يبقى السبيسمن فيها انلارج بروستات كبيره، وعلشان كده هو شالها. السايز طبعا مش لازم، والشيب اوفال. الاوتر سيرفيس بيبقى نودولار كلر جريش وايت، الكونسستنسي بيبقى فيرم. يبقى دي لو جات لك يبقى بيناين بروستاتيك هايبربليزيا، اسمها التاني سينايل بروستاتيك هايبربليزيا. ده الصورة برضو لبروستاتيك بيناين بروستاتيك هايبربليزيا، ولكن هما فاتحينها كده بالنص، والجزء اللي انت شايفه من جوه ده من جوه. يعني هما فاتحينها كده، قسموها بالنص وفتحوا لك شبه الكتاب ده من جوه. انا شايفة فيها شوية بتاع نوديولز اهي، وشايفة في قلبها شوية سيستس كده. لما الجلاند دي بتكبر بتبقى بتعمل سيستس. يبقى دي البيناين بروستاتيك هايبر بليزيا بس مفتوحه. طب تيجوا نشوف كده دي من جوه، تعالوا نشوف بقى من بره السطح بتاعها. ده السطح بتاعها من ايه؟ من بره مليان نوديولز، لو مسكته هلاقيه فيرم، شكله جريش وايت زي ما انتم شايفين كده. يبقى الصوره دي بيناين بروستاتيك هايبر بليزيا. نيجي تحت الميكروسكوب، هما جايبين لك كده البروستات هنا ومقطعينها. انا شايفه برضو ايه النوديولز اللي موجوده فيها كده، هما مقطعينها علشان يشوفوها تحت الميكروسكوب. تحت الميكروسكوب بيلاقوا فيها شويه حاجات، منها الجلانس بتبقى بتزيد في العدد جدا، وكمان بيبقى اشكالها مش كلها حاجه، مش كلها شكل واحد، لا variable in shape. يبقى increase in number variable in shape. كمان هنشوف في الصورة اللي بعد كده ان هي بتعمل ايه هنا مثلا. يبقى اول حاجة ان هي زادت في الشيب، زادت في النمبر، والسايز بتاعها مختلف، والاشكال بتاعتها مختلفة. وكمان بيحصل فيها بابيلي ماتوزس،
تلاقي عملت كده زي صوابع وداخله لجوه، دي ايه؟ البليماتوزس اللي بتحصل في مع البناين بروستاتيك هايبر بليزيوم. بيظهر عندي سيست كده، السيست دي بيبقى فيها حاجه اسمها كوربرا امايليشيا. اسمها ايه؟ كوربرا امايليشيا. الكوربرا امايليشيا دي عباره عن هايلاين ماسس كده، هايلاين ماسس بتبدا تظهر في ايه؟ في السيستس بتاعه وقت ما يبقى فيه بيناين بروستاتيك هايبر بليزيا. الصوره دي اللي بيناين بروستاتيك هايبر بليزيا حصل فيها بروليفريشن للجلاند وبقى فيها بابليماتوزس، فيها الكوربرا امايليشيا، فيها كمان المفروض يعني احنا اتكلمنا دول على الجلانز، دول ايه؟ الجلانز. عندنا الاستروما، الاستروما بيحصل هايبر بليزيا للفايبروبلاست والسموث ماسل، فيبقى فيه حواليها ايه؟ فايبرو ماسكولار استروما. ده ايه؟ الماسلز والفايبرو بلاست بيحصل فيهم هايبر بليزيا برضو. يبقى الصورة اللي بيناين بروستاتيك هايبر بليزيا فيها الكوربرا اميليشيا باينة، وفيها البروليفريتنج جلانز البابيليماتوزس بتاعتها باينة اهي، وزايده في النمبر فاريبل ان سايز والشيب، وكمان الاستروما اللي هي حوالين الجلاندز دي. الاستروما دي بتكون ايه؟ فيها هايبر بليزيا للسموث مسل والفايبروبلاست، فيبقى اسمها فايبرو ماسكولار استروما. دي صوره تانية برضو للجلاند، زي ما انتم شايفين الاشكال المختلفه والبابيليماتوزس، الحاجات اللي عامله شبه الصوابع دي، والاشكال المختلفه لايه؟ للجلاندز. كل دي اشكال مختلفه للجلاند وحواليها فايبرو ماسكولار ايه؟ هايبر بليزيا. كل دي فايبرو ماسكولار هايبر بليزيا. الصوره دي بقى للكوربرا اميليشيا. الكوربرا اميليشيا قلنا حاجه كده هايلاين ماسز تبقى عامله شبه الكونسنتريك لايرز، شبه الكنافه كده اللي هي عارف انت بتاع الكنافه لما يقعد يعمل كده حوالين بعضه، هي بيبقى شكلها كده. يبقى دي ايه؟ كوربرا اميليشيا. ممكن يجي يقول لك الصوره دي تبع انهي ديزيز، هيبقى بيناين بروستاتيك هايبر بليزيا، ممكن يقول لك اسمها كوربرا اميليشيا. ده اول حاجه كانت بتحصل في الميل اللي هي البيناين بروستاتيك هايبر بليزيا. بعد كده السيمينوما. والسيمينوما احنا عارفين ان التستيكولار تيشو بيطلع يعني تيومرز كتير، ممكن تطلع من ممكن تكون بيناين، ممكن تكون مالجنانت، ممكن تكون مثلا طالعه من الجيرم سيل، ممكن تكون طالعه من السكس كورد، ممكن تطلع من الابيثيليوم، اي حته في التستيكولار تيشو ممكن يطلع منها ايه؟ يطلع منها تيومر. السيمينوما دي بتطلع من الجيرم سيلز. تطلع منين؟ من الجيرم سيلز. بيبقى شكلها ايه بقى؟ بتبقى ويل ديفايند، يعني وانت كده لو بصيت عليها هتحس ان انت محدد ايه اللي هو الحدود بتاعتها، لان هي بتكون ويل ديفايند فليشي. لو مسكتها كده تحس ان هي فليشي في ايدك، وبتكون الكات سيكشن بتاعها هوموجينس، حتى بيشبهوها بيقول لك بوتيتو لايك. يبقى النك بالنكد اي بتبقى ويل ديفايند. طبعا انا شايفه هنا جنبها مين؟ انا شايفه جنبها مين؟ ده التستيكولار تيشو. يبقى هي واخده جزء كده من، في اوقات بتبقى واخده الجزء كله، يعني الجنب كله مليان بمين؟ مليان بالسيمينوما. انما هنا انا قادره اميز التستيكولار تيشو شويه منه اللي باقيين، وجنبهم طالع السيمينوما زي ما قلنا ويل ديفايند، وبتبقى فليشي وهوموجينس كات سيكشن. طبعا ده الكفر بتاع ايه؟ التست. بعد كده عندنا مين؟ نشوف صوره تانية ليها. دي بقى ما عادش فيها تستيكولار تيشو خالص، ده هي السيمينوما ملت كل الايه؟ التست. هنا فاتحينها برضو علشان ايه؟ نشوفها. وكانت في الصوره اللي قبلها فاتحين التستس بحيث ان انت تشوف التيومر وهو جواها، يبقى دي سيمينوما. هنا برضو سيمينوما اهو، فاتحينها عشان تشوفها، يبقى دي سيمينوما. سيمينوما برضو اهي، صورة تانية لها بوتيتو لاين. تحت المايكروسكوب بقى بتظهر شكل السيمينوما مميز جدا تحت المايكروسكوب، يعني لو هما بيشوفوها خلاص بيعرفوا ان دي سيمينوما على طول، يعني مبقاش عندهم شك نتيجة للحاجات المميزة اللي فيها. اول حاجة ان هي بتبقى في شكل شيتس او كوردز، يعني احنا شايفين ان هي مثلا قدامنا في شكل شيتس اهي، دي ايه؟ شيتس،
وحوالين الشيتس دي، هي الشيتس بتبقى من السبرماتوجينيك سيلز، والسيلز بتاعتها بتبقى مميزه جدا. ليه؟ بيبقى عندها لارج سنترال نيوكلياي، بيبقى عندها ايه؟ لارج سنترال نيوكلياي، وحوالين النيوكلياي بيبقى فيه كلير سيتوبلازم. في ايه؟ كلير سيتوبلازم. يبقى اللارج سنترال نيوكلياي وحواليها كلير سيتوبلازم، وده الشكل اللي احنا شايفينه فعلا. احنا شايفين اللون الابيض مالي الشريحه، ليه؟ عشان السيتوبلازم بقى كلير. يبقى اللارج سنترال نيوكلياي وحواليها كلير سيتوبلازم، وفي بقى السبته اللي هي الحواجز فايبرس سبته حوالين الشيتس دي. والفايبرس السبتة دي انت حاسس كده ان هي فيها ايه؟ فيها نقط حبر. وكنا اتفقنا قبل كده من اول ما بدأنا باثو، يعني كنا نقول النقط الحبر دي بتبقى ليمفوسايت. يبقى النقط الحبر ليمفوسايت، ودي اهم حاجة في السيمينوما، ان هي بتبقى الفايبرس السبتة بتاعتها ريتشلي انفلتريتد باي ليمفوسايت، فيها ليمفوسايت كتير، وده اللي بيأكد لنا ان احنا في السيمينوما. يبقى هي مكونة من شيتس وكوردز من السبرماتوجينيك سيلز، الشكل النيوكليوس بتاعتها بتبقى لارج وسنترال، والسيتوبلازم بيبقى كلير سيتوبلازم، ده الكلام اللي احنا قلناه. والسبته مليانه بليمفوسايت، يعني هو اصلا ممكن في النظري يجيب لك كيس ويقعد يشرح فيها كيس كده كبيره حلوه كده، ويجيب لك ان التيومر اللي طلع من التست دي او من الجيرم سيل كان فيه ليمفوسايت كتير. الليمفوسايت يعني سيمينوما على طول. صورة تانية لها، بدأت السبتة حتى ما عندش حس ان انا شايفاها، انا شايفة السيلز باللارج سنترال نيوكلياي وبيل او كلير سيتوبلازم. السبتة انا شايفاها هنا يعني حاجة بسيطة كده، والسبتة مليانة بمين؟ مليانة بالليمفوسايت اللي شبه نقط الحبر. يبقى الليمفوسايت ان السبتة ممكن يجي يشاور لك مثلا هنا كده، هتبقى دي ايه؟ الليمفوسايت اللي في السبتة. لو شاور لك هنا يبقى دي الايه؟ استيمينوما سيلز اللي قلنا بتتميز باللارج سنترال نيوكلياي وكلير سيتوبلازم. صورة تانية كمان نفس الكلام اهو، دي السيلز ودي السبتة. السبتة اهي مليانة مليانة بمين؟ بالسيتو بالليمفوسايت. كده احنا خلصنا الباثولوجي بتاع الميل اللي هو حاجتين، بيناين بروستاتيك هايبربليزيا والتاني اللي كان اسمه سيمينوما. بعد كده ندخل في البريست باثولوجي، وهناخد في البريست كذا حاجة، واول حاجة فيهم اللي هي او قبل ما نبدأ يعني نعرف الاول النورمال بريست بيبقى شكله ايه. بيبقى عندنا هنا هو في الاول كده في كولكتنج داكت، والكولكتنج داكت دي اللي بتفتح فين؟ اللي بتفتح في النبل، وراها حتة كده مكلكعة شوية، الحتة دي بتبقى لاكتيفيروس ساينس. وبعدين سيجمنتال دكت، الدكت دي بتروح تتقسم لصب سيجمنتال دكت، والأهم حتة عندنا اللي هي الحتة دي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها تيرمينال دكت لوبيولار يونت، هو هنا كبر لك عليها اهو. يبقى خد لك ده وكبرها لك اهي، اسمها ايه؟ تيرمينال دكت لوبيولار يونت. تيرمينال دكت لوبيولار يونت دي اللي بتطلع معظم البريث باثولوجي طالع من الجزء ده، تيرمينال دكت لوبيولار يونت، لان بيبقى فيها مكونه من دكت وفيها ايه؟ اللوبيولز كده، عشان كده اسمها تيرمينال دكت لوبيولار يونت. تعال نشوف كده الشكل بتاع اللي هو البريث ده، النورمال بريث تحت الميكروسكوب بيبقى شكله ايه. ده نفس اللي احنا شفناه، اللي هو الدكت اهي الكبيره، وبعد كده الجزء ده اللي هو بقى فيه ايه؟ تيرمينال دكت لوبيولار يونتس، يعني هو نفس الصورة دي، نفس الجزء ده كده اللي موجود قدامنا ده، اللي موجود قدامنا ده. يبقى ده ايه؟ النورمال. ده النورمال. تعالوا بقى نشوف النورمال برضو ونقول ان عندنا في البريست في تو تايبز اوف السيلز، نص حياة نص عمر بتوع الباثولوجي بيدوروا على التو تايبز اوف السيلز دول في العينات اللي بتتبعت لهم. ليه؟ لان وجود التو تايبز اوف السيلز ده معناه ان انا في حاجه بيناين، بتطمنهم ان مفيش اي مالجنانسي او كده. انما لو حصل واحده فيهم مش موجوده
كده يبداوا خلاص بقى ايه يعرفوا ان هما ماشيين في سكه الماليجنسي. تو تايبس اوف السيلز دول، واحده بتكون فيهم مايو ايبيثيليال سيلز، ودي اللي بتبقى بره ناحيه بره، ودي بتكون ايه، بتكون فلات سيلز، ودي بتكون ايه فلات سيلز. يبقى الناحيه بره دي لو انت شايفها اسمها ايه، اسمها فلاتند مايو ايبيثيليال سيلز. جوه اللي هو الجزء ده بقى، ده اللي هو الايه الايبيثيليال سيلز، ده اللي هو ايه الايبيثيليال سيلز. يبقى اوتر مايو ايبيثيليال سيلز وانر ايبيثيليال سيلز، التو تايبس اوف السيلز دول مهمين جدا في انهم يعملوا ايه، يعني يعرفوا الحاجه اللي معاهم مالجنت او بيناين. لو موجودين الاثنين يبقى انا ما بيقلقوش، وبتبقى بيبقوا عارفين الحاجه دي بيناين. واحده فيهم مش موجوده يبداوا ايه يشوفوا بقى ان يشكوا ان حصل ايه مالجنسي. اول حاجه هناخدها من البريست باثولوجي هتبقى حاجه اسمها ماماري دكت كتيزيا. كتيزيا يعني واسع، ودق يعني ضغط واسع. ليه؟ لانه بيحصل في المرض ده، طبعا هو مش حاجه، هو مش تيومر، ماماري دكت كتيزيا مش تيومر، ده هو عباره عن انفلاماتوري ديزيز. حصل فيه دايلاتيشن للماماري دكت، من اسمه ماماري دكت كتيزيا، يعني دايلاتيشن في الماماري دكت. بيصاحب هذا الدايلاتيشن ان في شويه انفلاماتوري سيلز حوالين الدكت اسمها ايه بلازما سيل. يبقى انا بلاقي دايلاتيشن في الماماري دكت وحواليه بريدكتال بلازما سيل. بيحصل كمان للعينه دي بتيجي تشتكي من ان في بريست سيكريشن، بقى في ايه بريست سيكريشن، يلو بريست سيكريشن كده، هو ده اللي بيجيب العينه تشتكي. فبتبدا بقى انت تقعد تدور على السبب او كده، تلاقي ان هو مجرد ماماري دكت كتيزيا، بتعرفه من البلازما سيلز، علشان كده اسمه الثاني بري دكتال بلازما سيل ماستايتس، يعني انفلاميشن في البريست موجود فيه حوالين الدكت بلازما سيل. يبقى الماماري دكت كتيزيا دايليتيشن في الماماري دكت، وبري دكت ممكن يجي يقول لك في الماماري دكت كتيزيا موجود اي نوع من السيل، الانفلاماتوري سيل هي البلازما سيل. ده شكل الماماري دكت كتيزيا، الدكت وسعت خالص وفيها السكريشن، وحوالين الدكت فيه هنا حاجات اهي، حوالين الدكت ده كله، ده ايه بلازما سيل، بلازما ايه سيل. هنا في صورة تانية بيقول لك ان السكريشن ربشرت الدكت وكونت حواليها فايبروزس، وأداء ايه الفايبروزس اللي اتكون حواليها. هنا البريدكتال انفلاميشن الضغط في النص اهي، وبدا يحصل حواليها انفلاميشن كتير، انفلاميشن كتير، انفلاميشن كتير. سبب او السيلز اللي موجوده في الانفلاميشن دي هي مين؟ هي البلازما سيلز. طبعا هو مفيش صوره اوضح من كده، فهنشوف البلازما سيلز على الصوره دي وخلاص. البلازما سيلز بتبقى بتتميز بايه؟ ان هي عندها اكسنتريك نيوكليوس، يعني النيوكليوس في جنب والسيتوبلازم في جنب، النيوكليوس في جنب والسيتوبلازم في جنب. ده من مميزات يعني البلازما سيلز، او هم بيعرفوها من كده اكسنتريك نيوكليوس. طبعا الصوره مش باينه، بس للاسف ما هماش حاطين صور تانية. يعني يبقى احنا كده اتكلمنا على مين، اتكلمنا على الماماري دكت كتيزيا، وقلنا بيتميز بالبري دكتال بلازما سيل ايه اللي بتبقى حوالين الضغط. بعد كده عندنا الديسيز التاني اسمه فايبروسيستيك ديسيز، وده برضو ما هواش تيومر، ما هواش ايه تيومر. المرض ده او الفايبروسيستيك ديسيز ده بيجي في مرحلة اللي هي الريبروداكتيف بيريود، وبيكون اللي مسؤول عنه او الاتيولوجي بتاعه هو زيادة الاستروجين، زيادة ايه الاستروجين، عشان كده بيجي في مرحلة الريبروداكتيف بيريود. بيبقى يعني ما هوش مالجننت الا لو حصل فيه اتيبيكال هايبربليزيا. اتيبيكال هايبربليزيا زياده بقى في شكل الخلايا في الخلايا، وتكون شكلها بدا يبقى وحش، يبقى كده ممكن هي تبقى ايه بري مالجننت. ده شكل اللي هو الجار بتاعه، هو اصلا اللي قدامنا ده هو جزء من البريست، ده ايه جزء من البريست. كان في هنا سيستس كده، شويه سيستس مختلفه الاحجام والاشكال،
السيستس دي كانت موجود فيها ايه؟ فراغات. كان موجود فيها ايه قبل ما تبقى فاضيه كده؟ كان فيها سيروس او هيموراجيك فلويد، يبقى كانت مليانه بالسيروس او هيموراجيك فلويد. لما حطوها بقى وسابوها سنين وكده فضت السيستس دي، فبقى ايه شكلها بالمنظر اللي انت شايفه ده. يبقى اللي انت شايفه ده هو عباره عن فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. العدد بتاعه ممكن يكون سنجل او مالتيبل عادي، ممكن يجي يوني لاترال، ممكن باي لاترال، ما فيهوش حاجه مميزه. يعني اهم حاجه تعرف ان الصوره دي هي الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست، ومن اسمها فايبروسيستيك يبقى ايه فيها سيست، يبقى انت تعرف على طول ان دي اول ما تجيلك الامتحان كده تفتكر ان هي فايبروسيستيك، يبقى السيستس اللي موجوده قدامنا دي نفس الكلام اهو، الفاريبل سيست اهو، الاحجام المختلفه من السيست، وطبعا لونها بيبقى زي اي تيومر يعني جريش وايت. طبعا بيبقى حوالين ما بين كل سيست وسيست بيبقى فيه فايبروس تيشو اللي هو لونه بيبقى ايه جري شوية. احنا كده خدنا اتنين في الفيميل او في البريست، اخدنا الميموري دكت اكتيزيا واخدنا الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. بعد كده ندخل على التالت حاجة بقى اللي هي فايبرو ادينوما، والفايبرو ادينوما هي بيناين تيومر. هي ايه بيناين تيومر؟ بيتميز بايه هذا الفايبرو ادينوما؟ بما انه بيناين فالبيناين دي بتبقى حاجة ويل ديفايند، حاجه كده انا قادر امشي عليها بالقلم احدد الشكل بتاعها. كمان من اكتر الحاجات اللي تعرفهم او تطمنهم ان الحاجه دي بيناين او فايبرو ادينوما ان هم يلاقوها فريلي موبايل. فريلي موبايل يبقى الحاجه دي بيناين على طول. ليه؟ لان احنا عارفين ان في المالجنسي بيبدا يحصل انفيجن، والانفيجن ده بيمسك التيومر في المكان بتاعه، فعمر ما يبقى مالجنت تيومر ويبقى موبايل. لما بيلاقوا الفايبرو ادينوما او يلاقوا الماس دي عباره عن حاجه كده فريلي موبايل بيقولوا خلاص ده دي فايبرو ادينوما. كمان بما انها بيناين فيبقى لها كبسول، يبقى ويل ديفاين وكبسوليتد ويل سيركم سكرايب. انا اقدر اقول عليها اللي هي امشي عليها بايه بالقلم كده. يبقى اللي قدامنا دي مين؟ دي الفايبرو ادينوما، ودي برضو فايبرو ادينوما، وهتفرق لك ما بينها وما بين مثلا السيمينوما اللي هو الفات اللي حواليها دي. ادي حاجة ايه في البريست. يبقى دي الفايبرو ادينوما. المايكروسكوبيكالي بقى بتبقى شكلها ايه؟ بيبقى في عندنا شوية دكس وشوية ستروما حواليهم. الستروما بتبدأ تضغط على الدكت لان هو اسمها اصلا ايه فايبرو ابيثيليال تيومر. بتبدا الاستروما تبقى مورف يعني تبقى فيها فايبرس كتير كده، وتبدا تضغط على الدكت لحد ما الدكت تبقى شبه السلاسل اللي انت شايفها قدامك دي، تبقى حاجه رفيعه كده كده من الايه من الدكت. ولكن هم اهم حاجه يشوفوا فيها النوعين من السل اللي هي الماي ابيثيليال سيل اللي بتبقى اوتر، والابيثيليال سيلز اللي بتبقى ايه انر. لقوهم الاثنين خلاص انا في حاجه بيناين. الحاجه البيناين دي لقيت فيها استروما كتير من كتر الاستروما ضغطه على الجلاند مخليها لي عامله شبه السلاسل كده حوالين الاستروما، يبقى انا كده فين؟ في فايبرو ادينوما. بيقول لك ان هي طبعا حواليها كبسول، الكبسول هو ده اهو، هو ده الكبسول اللي حوالين التيومر ده ما انه بيناين تيومر. كمان بيقول لك ممكن ان انا الاقيها في ثلاث اشكال، بري كانليكولر او انترا كانليكولر، او الاقي ميكسد يعني الاقي في الشريحه الواحده ميكسد. ودي حاجه نو بروجنوستيك او كلينيكال اور كلينيكال سيجنيفيكانس يعني للحاجه دي. هم لقوا تحت الميكروسكوب ان هي بقى لها ممكن شكلين، وممكن الشريحه فيها الحاجتين مع بعض، لا اما بري كانليكولر لا اما انترا كانليكولر. وبري كانليكولر ان انا الاقي الضغط محتفظه بالراوند اور الاوفال شيب بتاعها، انما الانترا كانليكولر ان انا الاقي الضغط ايه سليت لايك ضغط كده شبه اللي احنا شايفينها هنا قدامنا دي. اللي احنا شايفينها قدامنا دي عباره عن سليت لايك يعني دي انترا كانليكولر، انما لو الضغط لسه محتفظه بالشكل بتاعها اللي هو راوند شيب ده يبقى دي ايه؟ يبقى دي
بيري كاناليكولار، بس احنا قلنا ولا لها اي لازمه، لان هم خلاص اول ما بيشوفوا الدنيا كده قدامهم بيعرفوا ان هي فايبرو ادينوما، ما بيفرقش معاهم هي ميكسد ولا انترا كاناليكولار او بيري كاناليكولار. دي صوره تانية برضو ان الاستروما زايده جدا والسيلز وال اسمهم ايه الضغط جواها، يعني الضغط هي الصغيره اللي في النص دي، والكبار دول هم مين؟ هم الاستروما. دي برضو صوره الاستروما، شوفوا الاستروما بقت قد ايه، استروما كتير جدا، يعني الضغط بقت حاجه بسيطه كده اللي هو يعني حاجه صغيره في وسط استروما. وطبعا هي المفروض هنا هم قاطعين بس كده، انما ده اللي بره ده الكبسول. يبقى الصوره متكونه من كبسول، كبسول بره الجلاند، وفي هنا ضغط، وفي حواليها ايه بقى؟ الكثير من الاستروم. اول ما تشوف دي تعرف ان هي مين؟ فايبرو ادينوما. فايبرو ادينوما احنا كده خدنا ايه؟ خدنا بتوع الميل اللي هم البيناين بروستاتيك هايبربليزيا والسيمينوما. خدنا في الفيميل ثلاث حاجات، اول واحده كانت اسمها الماماري دكت اكتيزيا، ثاني واحده فايبروسيستك ديزيز اوف ذا بريست، ثالث واحده كانت الفايبرو ادينوما. فايبرو ادينوما قلنا البيناين تيومر، هناخد بقى دلوقتي البريست كارسينوما. البريست كارسينوما بما انها حاجه مالجنانت، المالجنانت تيومر بنبقى عارفين ان هي بتبقى ال ديفاين، يعني يجوا يرسموا كده يمشوا على الحروف بتاعتها عشان يرسموا شكلها، يلاقوا شكلها وحش، كل ما يحاولوا مثلا يرسموا يلاقوا في حته داخله، كل ما يحاولوا يرسموا يلاقوا في ايه حته داخله كده وحته خارجه، فدي طبعا بتبقى ايه مالجنانت تيومر عشان هي كده عامله ايه انفيزيف، هتشوف شكلها يبقى وحش خالص مش ويل سيركمسكرايبد وكده. كمان بيبقى شكلها عادي جريش وايت، لونها جريش وايت. الكونسستنسي بتاعتها تيجي تمسك الجزء ده تلاقيه عامل شبه الستون، ستوني هارد، تلاقيه ناشف تحت ايدك كأنه حاجة كده صلبة. يبقى احنا قلنا اللي هي الديفاين، قلنا كمان طبعا مبقاش فيها كبسول، قلنا جراي شوية لونها، ستوني هارد، طبعا فيكسد، فيكسد عشان الانفيجن اللي هي عاملاه في التشو المحيط بيها، فده بيخليها ايه فيكسد في مكانها. تعمل نيبل ريتراكشن. نيبل ريتراكشن ليه؟ لان التيومر ده بيعمل بيكون بعمل ايه فايبروزس كده، فالفايبروزس دي بتشد النيبل اللي جوه، يبقى في فايبروزس شد النيبل اللي جوه، هنشوفها الوقت في الصوره وباينه. كمان بقى فيها حاجه السكين بيقول لك كفرنج بالبودورا، والبودورانج ده هنقول الوقت ان هو ايه شكل كده بيبقى على السكين، بيبقى شبه قشره البرتقانه. ده احنا قلنا دي برضو البريست كارسينوما، والبريست كارسينوما هي الجزء اللي في اللي جوه ده، شوف تحس ان هو يعني حاجه كده شكلها استغفر الله وحش جدا داخل وخارج، فده ال ديفاين، طبعا مفيش كبسول، طبعا لونه جريش وايت، فيكسد في مكانه، والحاجات اللي حواليه ده اللي هو الفات بتاع البريست اللي هو باقي البريست العادي. هنا شوفوا النبل، شوفوا النبل هنا حصل لها ايه ريتراكشن، مشدوده لجوه بالفايبروزس اللي حصل او بالتيومر اللي جوه ده. الشكل اللي انا شايفاه قدامي ده بريست كارسينوما. هنا برضو نفس الوضع، شوف حاجات داخله كده وحاجات خارجه ومش عارفه ايه وحاجات كده وحاجات غريبه جدا. ده الريجولار انفيلتريتيف جريش وايت ماس، ماشي. السكن اللي باين على السكن من بره ده هو البودورانج، البودورانج اللي موجود ايه على السكن اللي بيبقى شكله شبه البرتقانه، وهنشوفه الوقت برده في صوره لوحده. ايوه هي دي الصوره. البودورانج ده اصلا بيبقى نتيجه لايه؟ للليمفاتيك اديما. الليمفاتيك اديما لما يحصل اديما كده في الليمفاتكس بيبدا يحصل الشكل اللي قدامنا ده، واللي هو بيبقى كاركترستكس اللي كاركترستك لل البريست كارسينوما. وخدوا بالك ان البريست كارسينوما اصلا من الحاجات اللي هي بتتشخص جروسلي كده، جروسلي بيقدروا ان هو يشخصوه. يبقى ده البودورانج، وبيكون بتاع مين؟ لو شفت الصوره دي وقال لك ده انهي تيومر، هو بريست تيومر البريست كارسينوما. ده برضو نفس الكلام كده، ان في حصل ريتراكشن للنبل، تلاقي النبل داخله جوه خالص، وفي البودورانج موجود على السكن.
هناخد بقى تحت الميكروسكوب البريست كارسينوما وفي انفيزيف دكت كارسينوما. احنا عارفين ان اي مالجنانت تيومر بيبقى ظاهر عليه الكرايتيريا اوف المالجنانسي، والكرايتيريا اوف المالجنانسي دي بتكون يعني كذا حاجه مع بعض. اول حاجه البيليومورفيزم، الاقي الخلايا بقى شكلها مختلف وكده، والنيوكلياس هايبر كروماتيزم، النيوكلياس بقى شكلها بقى لونها ديب، وكمان النيوكليو سيتوبلازميك ريشيو بيزيد، يعني النيوكلياس بتكبر والسيتوبلازم على حساب السيتوبلازم، فتلاقي السيتوبلازم يصغر والنيوكلياس بتكبر. كمان بيبقى بيحصل بقى الاتيبيكال مايتوزيس، بيبقى زياده، والستروما بتبقى ديزموبلاستيك استروما، يعني بتبدا ان هي تعمل جروس فايبرس كونكتيف تيشو كده على اساس ان هو حوالين التيومر، على اساس ان هي بتعمل بتحاول تتحكم في التيومر وما تخليهوش يزيد قوي في العدد، فبيحصل ايه حاجه اسمها ديزموبليزيا او ديزموبلاستيك استروما. هنا دي صوره المين الانفيزيف دكت كارسينوما اللي هو البريست كارسينوما. انا لو جيت اصلا هشوف، اولا شكلها ما بقاش شبه الطبيعي خالص، فين التو تايبز اوف السيلز اصلا؟ احنا لو جينا نشوف هنلاقي في نوع واحد من الخلايا، هنلاقي كمان الديزموبلاستيك استروما اهي، هنلاقي اللي هو الجلانس بقى شكلها مختلف تماما، بقى تحس ان كده ما عادش فيه اي نظام في الشكل اللي موجود قدامنا، يبقى ده بقى بريست كارسينوم. هنا برضو الانفيجن بتاع التيومر داخل على الفات سيلز زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا الكرايتيريا اوف المالجنسي موجوده بكثره هنا، البيليومورفيزم والهايبر كروماتيزم والنيوكليو سايتوبلازميك ريشيو، كل الحاجات دي موجوده. يبقى ده اول ما اشوفه عامل كده انفلتريشن للفات سيلز، يبقى ده مين؟ يبقى ده اللي هو البريست كارسينوما. نفس الكلام الديزموبلاستيك استروما اللي هي شكلها ده، وحواليها مين؟ حواليها الجلانس، وبشكلها ايه؟ المقطع والمهرجل ده او الدكتس. بعدين عندنا هنا الميتوزس بقى بتاع الكارسينوما اهو. طبعا انا شايفه الكرايتيريا اوف المالجنانسي موجودة قدامي، الهايبر كروماتيزم والحاجات دي كلها موجودة هنا، انما لو شاور هنا ده الميتوزس بتاع الخلايا، ده ايه؟ الميتوزس بتاع الخلايا، لان هما بيعملوا كده عشان يقولوا التيومر ده انهي جريد، بيبدأوا يعملوا له سكورنج كده ويجمعوا السكورز دي ويشوفوا هو جاب قد ايه علشان يعملوا له الجريد. فبيبقى من بيقسموه لثلاث مراحل كده، تيوبولار فورميشن ونيوكليار بيليومورفيزم، وفي الاخر خالص بيعملوا الميتوتيك كاونت ويبداوا يعدوا كام النمبر اوف السيلز اللي اكتيفلي ديفايدنج اللي بتنقسم، ويشوفوا بقى هل هو سلو ريت ديفايدنج ولا مودريت ريت ولا فاست ريت، وكل واحده منهم لها رقم ويبداوا يجمعوا، والارقام اللي بتطلع لهم عندهم جدول كده، لو مثلا السكور بتاعه التوتال سكور كان مثلا 10 يبقى هو الجريد بتاعه كذا. فلما بيشوفوا الشكل ده قدامهم يبقى ده ايه؟ في عندنا هنا ميتوزس، يبقى الخلايا دي بيبقى ايه؟ اكتيفلي ديفايدنج، يبقى دي فيها ميتوزس، ويبداوا ايه؟ يعدوها. اللي قدامنا ده هاي جريد داكتال كارسينوما ويز الميتوزس. لو جه شاور على الميتوزس اللي هي الخلايا اللي لونها اغمق دي، دي اللي هي ايه؟ الميتوزس كارسينوما ويز الميتوزس. يبقى احنا كده خدنا حاجتين في الميل، بناين بروستاتيك هايبربليزيا والسيمينوما. خدنا في الفيميل اربع حاجات، اول حاجه ميموري داكتيك تيزيا، وبعد كده اخدنا ال ميموري، وبعدين اخدنا الفايبرو سيستيك ديزيز اوف ذا بريست، وبعد كده اخدنا الفايبرو ادينوما، وفي الاخر انتهينا بالبريست كارسينوما واخدنا الصور بتاعتهم. وايه يا رب تكونوا استفدتوا.